اهلا اهلا اهلا، ده ايه الحلاوه والشقاوه والطعامه دي؟ اهلا يا حبيبتي. انتي مين بقى؟ انا فانزي صاحبك كيمي. اهلا اهلا يا قمر، ما شاء الله زي القمر. ميرسي انا. باي باي يا كيمي، مامي مستنيه بره. باي 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 يا حلوه. باي. ما شاء الله زي القمر، جمال رباني. رباني ايه ده؟ كله صناعي. صناعي؟ دي زرع شعرها وملونة عينيها. بجد؟ ده خرب باقي بقى. ده لسه في باقي؟ بس دي لسه صغيرة قوي. صغيرة ايه يا أنا؟ احنا في 2040. يا سلام، وده معناه ايه يعني؟ يعني بلاستيك سري بتتعمل من الولادة. الحمد لله الحمد لله يا ولاد ان انتوا بعيد عن الحاجات دي. قال من الولادة قال. بس انتوا عارفين فكرتوني بحاجات وبأيام. ياه ايه، علي قرب يرجع من السفر ومش عارفة اعمله ايه. اعمل له صينية بطاطس. لا انا بتكلم بجد يا جوجو، مش بهزر. انا عايزة اعمل له مفاجأة تبسطه. صينية مكرونة بالبشاميل. هو في ايه؟ انتوا ما بتتكلموش غير في الاكل. انا بتكلم بجد. اصل احنا جعانين قوي. لا انا بتكلم بجد، نفسي اعمل له حاجه كده ينبهر بيها. اجيب له هديه مثلا. هديه ايه يا حبيبتي؟ جرت العاده ان اللي جاي من السفر هو اللي يجيب هدايا. ايوه صح. وبعدين انا محتاره، علي عنده كل حاجه، مش عارفه اجيب له ايه. سمير. هو انت حبيبي مش راجل؟ ها؟ بقول لك انت مش راجل يعني؟ الحمد لله، ما كنتش مصدق، دخلت على النت وتاكدت الحمد لله. ايوه انت راجل يا سموره، يعني انت تعرف ايه اكتر حاجه بتبسط الراجل. بصوا يا ليديز يا حلوين، اكتر حاجه تبسط الراجل في الست ان الست دايما تبقى متجدده. الله، زي بالظبط. كل ما يبص لوشها يحس انها شباب. يا سبحان الله، بيتكلم عني زي بالظبط. يا رب ارحمني حبيبتي، انا لما ببص لوشك بحس اللي كان شباب. خص عليك، خص عليك يا سمير، يعني انا مبقتش شباب خلاص. بجد اخص عليك يا سموره، ده جوبو الشباب والقمر والشباب كله. لا انا اقصد يعني يبقى في تطور، في عمليات تجميل، في شد شعر، في شد ودان، في عالم بيشد، تنفخ حته، تشد حته، تقطع حته، تزنق حته، بيعملوا بلاوي. إيه غيروا ايه اللي هو بيقوله ده؟ لا 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 لا، انجي دي، انجي دي مش محتاجه لا نفخ ولا تصغير ولا تكبير ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، جسمها مانكا. ميرسي يا جوجو. يا حبيبتي مش كل حاجة الشد والنفخ والبلاوي اللي بتقولوا عليها دي. انتوا ناسين السنان والشفايف. ايوه صح، انا عايزة من ده يا سمور، عايزة من ده. نعرف الدور فظيع. حقنة في الشفة دي يجيبها لك يمين، يجيبها لك شمال، الشفة اللي فوق كده كده كده، كل حاجة. والسنان بقى، السنان دي بتقلب وش الست خالص. حلوة قوي يا سمورة، حلوة قوي، أنا عايزة من ده. أنا شخصيا أعرف مجموعة دكاترة أسنان أصدقائي، إنما فيهم واحد هو الفظيع فيهم. تروحي له؟ يا ريت. يا مدام إنجي، اللي حضرتك بتطلبيه ده مش هينفع ومش هيليق عليكي. ليه بس يا دكتور؟ انا مش بطلب حاجه غريبه، انا بطلب عمليه تجميل في سناني، ناس كتيره قوي عملوها وطالعه موضه. لا ما هو مش كل حاجه بتطلع موضه بتبقى لايقه على كل الناس، ده مفهوم غلط طبعا. قصدك ايه؟ ان انا ما بفهمش؟ لا يا فندم العفو، بس احنا ممكن نعمل حاجه تانية تبقى لايقه عليكي جدا وتبقى موضه برضو. ايوه بس انا بقى كبرت في دماغي وعايزه اعمل الضب بتاع انجلينا. ايوه اللي عملته ده كان لايق عليها، لكن عندك هيبقى شكله وحش جدا. يا سلام، يعني ايه ضبها احلى من ضبي؟ لا لا خالص، بس انت شفايفك صغيره، لو عملنا القصه دي بشكل وحش جدا. ايه رايك بقى مثلا نعمل هوليد سمايل، موضه برضو ونجوم كتير عاملينه، هيبقى شكله حلو جدا عليكي. لا الدكتور شايف انا متسمه على طول اهو زي كل الستات المصريين، مفيش اي حاجه. وين افرض انا بقى عايزه انكد على علي جوزي اعمل ايه؟ مش هينفع. لا 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 لا، صدقيني الهوليد سمايل ده تبقى لايقه عليكي جدا، انما موضوع الضب ده بصراحه مش هعرف اعمله. ايوه يا دكتور، انا اللي هدفع فلوس وانا من حقي اختار العمليه اللي انا عايزاها. لا يبقى حضرتك بقى تشوفي دكتور سنان تاني تروحي تعملي عنده موضوع الضب ده. يا
يا سلام، خلاص احسن. معلش انا اسفه على احسن هزر. ممكن حضرتك ترشح لي اسم دكتور ممكن يعمل لي عمليه الضب دي؟ طب بالنسبه للكشف اللي دفعته بره ايه؟ عن اذنك. خير يا فندم. اهلا بحضرتك. الحقيقه انا جايه استشير الدكتور عن عمليات التجميل الاسنان. اوكي يا فندم، بس هضطر ادفع كشف مستعجل عشان حضرتك مش حاجزه معايا. قوي قوي قوي. كام؟ 500 جنيه. ليه؟ لا يعني اذا كان الكشف ب 500 جنيه امال العمليه بكام؟ لا دي الدكتور حضرتك اللي بيحددها. طيب حاضر. 500 500 500 جنيه. كل اللي معايا. اوكي بس انت ازاي حطيت كل خاص الحل معايا؟ اتفضل. كتير قوي. مساء الخير. مساء النور. ممكن اسالكم سؤال؟ اكيد طبعا. انتوا جيتوا للدكتور ده قبل كده؟ بصي هو احنا جايين هنا على الصمعه. وانا جايه على مهلي. خفيفة قوي. اصل احنا بنحب الضحك. احلى حاجة في الدنيا الضحك. طيب قلتولي الدكتور ده كويس؟ هو انت جاية له ليه؟ صراحة يعني انا جاية علشان عايزة اعمل عملية تجميل في اسناني. عايزة اعمل الضب ده اللي طالع موضة، عارفينه بتاع انجلينا جوليو. بس كده يبقى انت جيتي في المكان الصح. طمنتيني. طيب وانتوا بقى جايين يعمل لكم نفس العمليه الضب صح؟ احنا جايين هنا علشان كده. اصل احنا جوازتنا بتحب التغيير قوي. معاهم حق. لا معاهم 128 حمراء. ده القلش عالي عالي معاكم بصراحه. مش قلت لك ان احنا بنحب الضحك؟ ضحكت عليكم نفسكم. بتقولي ايه؟ العب باليه. لا يا فندم انا مش عايزك تقلقي خالص، طمني جدا. أنا مطمنة جدا يا دكتور، بس أنا مش عارفة، حاسة إني شفت حضرتك قبل كده بس مش متأكدة فين. يا فندم كل الناس بتقول لي كده. بص يا فندم أفهمك الموضوع اللي بقوله كل مرة. إحنا سبع أخوات، بابايا خد لنا شقة كبيرة. أيوه افتكرت، أنتوا اللي عندكم عمارة ساكنين كلها. أيوه أيوه. أنا رحت لأخوك اللي هو الدكتور البيطري وأخوك التاني اللي هو الدكتور مخ وأعصاب. بالظبط. أيوه أيوه. فاضل لك أربعة يا فندم، خلاص خدتي تلاتة فاضل أربعة. مش عارفة قرايتي بتقع فيه كلين بقى. يا فندم يا ريت تيجي معانا كل مرة، بس أنا عايزك تطمني خالص، إن شاء الله كل حاجة هتكون تمام. أنا مطمنة خالص، بس يعني حضرتك شايف إن الضب ده هينفع معايا؟ تنفع؟ طبعًا تنفع يا فندم، أنت جاي عند دكتور فوزي أبو ضب، أعظم دكتور بيركب ضب في مصر. أهلًا وسهلًا، أنا كده اطمنت خالص. معلش أصل أنا رحت للدكتور قبل حضرتك، وبعدين قال لي إن العملية دي مش هتليق معايا خالص وهيبقى شكلي وحش. بصي والله هو إحنا هنعمل اللي علينا، والشكل ده بقى بتاع ربنا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش عايزك تقلقي خالص. لا مش قلقانه، ربنا يستر. طيب احنا ممكن نعمل العمليه امتى؟ حالا دلوقتي. حالا حالا دلوقتي؟ طبعا دلوقتي دلوقتي. من غير تجهيزات ولا اي حاجه؟ يا فندم خير الضب عاجل، ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد، ولكل مجتهد نصيب. ايوه والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. انت حافظه اهو. ايوه طبعا. بصي بقى على بلاطه كده. انت هتدفعي 6000 جنيه في الاول، بعد كده هتدفعي 2000 بعد التشطيب على طول. في ايه؟ 8000 جنيه ليه؟ ايه يا فندم؟ ليه؟ ايه في ايه؟ وبعدين ايه التشطيب دي؟ حد قال لك ان انا عايزه امحر بقي؟ خلاص لو مش عايزه تدفعي كاش ممكن تقسطي. لا هدفع هدفع حاضر، بس يعني حضرتك مش شايف ان ال 8000 ده كتير قوي؟ على فكره انا غالي جدا. بس هتاخدي بقك سوبر لوكس على المفتاح. طب طالما على المفتاح بقى يا ريت تركب لي سبوتات على الجناب وتخلي بالك من الكرانيش. على فكره يا مدام انا دكتور مش نقاش خالص. لا والله انا مش عايزك تقلقي خالص. يا كريم هات لي الفرشه. يا كريم فرشه ايه؟ انت هتبيض مش تمعجن الاول؟ يا فندم انا قلت له يجي عشان يجيب فرشه السنان. انا افتكرتها فرشه الدهان. لا ده انت ان شاء الله بعد اول وش.
هو معلش سؤال. نعم. هو الستين اللي قاعدين لبره يقربوا لحضرتك؟ دول اخواتي برضو. بص احنا عيله كبيره جدا متفرعه، بنحب الضحكه جدا جدا جدا. أيوة. فما تقلقيش لو لقيتينا في اي مكان. طب يلا يلا بقى خش خلص المرمه دي. يلا يلا على بركه الله. تزبونه حلوه قوي. ايوه يا فندم، عايزه فايبس؟ ايه فايبس دي؟ لا حضرتك احنا سوبر ماركت مش صيدليه. مناديل مبلله؟ حاضر مناديل مبلله. لا احنا اللي عندنا مناديل ناشفه، ممكن بعد كده حضرتك تبليها براحتك. شباب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ العماره وقعت؟ لا لا ما تخافش، حرام عليك انا قفلت في وش الزيت الزبونه. مش مهم تقول في ده، المهم الخبر اللي انا جاي اقوله لك. حرام عليك يا حرام عليك يا، مش اتقي الله. بقول لك ايه، مش انجي هتعمل عمليه تجميل عشان تفاجئ جوزها؟ انجي هتعمل عمليه تجميل؟ ما هي جميلة لوحدها مش محتاجة. نعم. إيه لا معرفش، لا معرفش. طب اديك عرفت. طب انا اعمل ايه يعني؟ هات 10000 جنيه. هات 10000 جنيه بتوع ايه ان شاء الله؟ عشان انا كمان اعمل عملية تجميل وفاجئك. ما كفاية السرعة اللي بتسرعيهاني كل يوم بالليل، بتطلعي لي في الضلمة قطعت الخلف منك لله. يلا بقى يا شعبان، عايز اعمل عملية تجميل. طيب انا هقول لك على حاجة. فرضا فرضا ان انت عندك عمارة 3 ادوار. يا ريت. والعمارة دي اساسها بايظ وعايزه تطلعي بيها 10 ادوار، هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هطربقها واجيب عليها واطيها وابنيها بقى من اول وجديد. اهو انت بقى عايزه تطربقي من اول وجديد ونبتدي من اول وجديد كده. يا شعبان انت مستخسر فيها 10000 جنيه. والله العظيم ابدا، انا بس مستقلي 10000 جنيه على الدكتور اللي هيقعد يجزر فيكي طول الليل. ليه انا مش هخليه يجزر؟ انا مش هعمل شعف. امال انت هتعملي ايه؟ هنفخ. نعم روحي؟ هنفخ. هنفخ؟ انتي محتاجة يا هبة تنفخي؟ ما انتي روحي منفوخة، انتي مفيش مراية بتبصي فيها. يا شعبان ما المراية الكبيرة اللي انت جايبها لنا فوق في شقتنا دي، انا لما ببص فيها ما بشوفش نفسي كل، يعني بشوف نفسي بس في مناطق بقى بتبقى باظة، فانا عايزة بقى انفخ علشان خاطر ايه؟ ابقى كلي بقى كده متساوي. طب ما نكبر المراية ونخلص. لا انا عايزة ابقى متساوية كلي على بعض. طب انا عندي حل حلو قوي. اوه. عارفة البلدوزر بتاع الاسفلت؟ انا هجيبه ونيمك واقوم اعديه عليكي 5 6 7 12 مره وهتطلعي زي الفل. شعبان انا عايزه انفخ، يعني عايزه انفخ بس كده يعني. طب خدي انت حلك، انت بسيطه قوي يا حبيبتي. خدي امسكي ادي 2 جنيه اهم، تروحي عند اي عجلاتي وانت ماشيه كده قولي له ايه؟ ايه ده؟ انفخ. انفخ ايه؟ هو هيظبطك على يعني انا دلوقتي اروح اقول له عايزه اكسجين ولا نتروجين؟ لا هيليوم، عشان يقوم نفخك تطيري ما اشوفكيش تاني. امشي. ده انت راجل رخم. انت هتفضلي حاطه الكمامه دي بقى قد ايه يا مامي؟ معلش يا حبيبتي الدكتور قال اشيلها الساعه 9 بالظبط. ايه ده؟ هو صوتك عامل كده ليه؟ مش عارفه حبيبي العمليه يعني في حروف بتقفش كده. الدكتور بيقول لي ان هو يعني هتفضل مخارج الالفاظ عندي مش واضحه شويه يومين ثلاثة كده لحد ما بقي طبع. بعد اللي قلتيه ده بصراحة يا مامي احنا مستعجلين جدا عشان نشوف العملية اللي انت عملتيها. وانا كبير قوي قوي بس خلاص فاضل 5 دقايق. يا مامي ما تشيليها، يعني ال5 دقايق دي مش هتعمل حاجة. لا يا حبيبي الدكتور قال لي اوعي اوعي ثانية قبل ال5 دقايق اوعي لحسن بقك ممكن يشقق. تفتكروا هيبقى شكلي حلو وبحكي بابوكم؟ مامي انت أي حاجة بتعمليها بتبقى شكلك حلو. حبيبة قلبك. أكيد طبعا، اللي تخلف القمر ده لازم طبعا تكون حلوة يا ولا. تعكسيني. يلا بقى يا مامي 5 دقايق خلصوا فرجينا. خلصوا خلاص؟ أنا متحبسة قوي. واحنا كمان. طيب أنتوا جاهزين؟ طيب أوكي بصوا تعالوا اقفوا قدامي غمضوا عليكم. حاضر. هنعد في 1 2 3 ماشي؟ أوكي 1 2 3 دادا. هما جريوا ليه؟ معقولة؟ النتيجة مبهرة للدرجة دي؟ بس في حاجة بتقفش مش عارفة في ايه. حلوتك يا انتي؟ في داهية البوس.
شوف ده يا علي هعمل ايه؟ احط روج انا ازاي دلوقتي؟ احط روج ازاي؟ في ايه بسم الله الرحمن الرحيم؟ مالك في ايه يا رجاء؟ انت السبب يا سمير في اللي حصل لي. حصل لك ايه؟ عايزه ايه؟ انت السبب في اللي حصل لي. شفت بقى حصل له ايه؟ مامي دراكيولا، دراكيولا طلع من التابوت. يا لهوي، حد يشوفني فص توم او وتد خشب كده عشان اتفسه. تتفسه فين؟ في بقه. في بقه ايه؟ يا حرام عليك يا سموره، بقي راح خلاص وكل حاجه في بقي بقي بقي. معقولة ده دكتور اللي أنا بعتك له ده فرشح بوقك وحطلك سنان مراته؟ متأكدة ان الدكتور ده اللي أنا اللي قلتلك عليه؟ لا يا دكتور سمير، مش هو، أنا روحت لواحد تاني. يا ريتني كنت سمعت كلامك، بس اللي روحت له ده بوظ بوقي، بوظ لي حياتي كلها. يا رب يا رب بوظ له حياته كلها زي ما سواني. يا رب أشوف فيهم. شايفة شايفة يا هبة اخرة عمليات التجميل واللعب في خلقة ربنا. اه معاك حق يا شعبان، الحمد لله ان انت منعتني اعمل العملية. يا لهوي يا رب عافينا يا رب مما ابتليت به غيرنا، كان زماني بقيت شفطورة كده. مش عارفة حتى تشف. اقسم بالله اقسم بالله لو ما سمعتي كلامي بعد كده لا هتبقي شبه طنط العوي اللي هناك دي. مين دي طنط العوي؟ ايه الادب يا زبالة انت وهي؟ اتفضلوا اطلعوا برا بيتي. بيتك ايه وبتاع ايه؟ ده بيت رجاء وسمير. ايوه انا موافق انكم تطلعوا بره، انت وخد مائده الرحمن معاك. ايه ده انتوا بتطردونا؟ ايوه. لا احنا نقوم بقى قبل ما نترد. انا بيتهيألي شايف كده احسن في ال ها؟ لا انا شايفه ان احنا نقعد بكرامتنا في التكييف الحلو ده. انا معاكي على فكره. شفتي المخده؟ ما عندهمش دم هيقعدوا. بلا بلاش سيره الدم قدام مدام دراكيولا، لان تسمع الدم يبتدي التحول. اه وانت عليك رقبه كده. انتوا بتقولوا ايه؟ اول حاجه كنا بنقول تحب تشربي ايه؟ اشرب ايه؟ نفسي اشرب من دم الدكتور اللي عمل فيا كده. مش قلت لك هتسمع سيره الدم هتتحول؟ سيبي لي نقطتين. بصي يا انجي، بصي يا حبيبتي، انا من رايي يعني انك انت تروحي تعملي محضر في الشرطه وهم ان شاء الله هيتصرفوا. اعمل ايه؟ لسه هروح اعمل محضر في الشرطه؟ طب انا من هنا لحد ما يتصرفوا افضل انا كده؟ يعني علي يجي يشوفني بالمنظر ده ازاي؟ اتصرف ازاي يا رجاء؟ انا حتى مش عارفه ابوسه. مش عارفه ايه؟ مش عارف ابوسه. حط كمامه على بقك عشان علي ما يشوفهاش خالص. ايه يا سموره؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ احط كمامه على بقي اعمل بيها ايه؟ ولما علي يكلمني ارد عليه اقول له ايه؟ يعني في داهيه البوس مش مهم، بس انا اقول له ان انا لابسه الكمامه دي ايه؟ عندي برد. حبيبتي ما حبكتش يعني المره دي بوس بقى زي سمير. انا مش بفكر في البوس خالص. لا ما بيقولكيش لبوس، بيقولك بوس. ايوه هو ده، مش بفكر فيه خالص ولا عارفه قلب عريق. بتضحكوا على ايه؟ انا مش عارفه قلب عريق، ولما اجي اشرب حاجه بتدلدق من الجناب. انا دلوقتي لما يجي يقول لي ايه الكمامه اللي انت لابساها دي ارد اقول له ايه؟ تقولي له عندي ده. وبعدين يا حسين هنتصرف ازاي دلوقتي؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ايه يا انجي ده؟ ايه امشي في الشارع حطي حاجه على وشك كمان. انا بلبس ماسك. ايوه وعشان ولادك في البيت كمان ما يتفزعوش. حسبي الله ونعم الوكيل في الدكتور اللي عامل لك بقك ده. في ايه يا حسين؟ في ايه؟ وانا جايه لك علشان تحاسبن عليه؟ ما انا ممكن احاسبن عليه بس الصين بايظه عندي شويه. الصين بس؟ انت كل حاجه. امال انت عايزه ايه يا انجي؟ انا بصراحه جاي لك علشان تعمل له محضر. ايوه للدكتور ده اللي عمل لي العمليه وعايزاك تحبسه. هو من جهه احبسه انا احبسه؟
انا اسمع عن دكتور ينسى فوطه في بطن المريض، ينسى مشرط في بطن المريض، انما ينسى بق في بق المريض، دي جديده، دي الصراحه اول مره اشوفها. ايه البق ده كله؟ دبل اكس لارج. لا شري اكس لارج. ده ليكرا بقى. ده انا هلبسه جنايه. ايوه جنايه. ازاي بقى يا حسين؟ ازاي يعني لما ملاك بريء زي ده، بصي اول ما يبص على الخلقه دي اكيد طبعا هيتخض ويتوب ساكت فيها. يا لهوي يا باشا، ده انا قطعت الخلف والله اول ما شفتها. والله ازاي بقى؟ زي الاستاذه ناديه بجنتي. اه يا ام عصر. شفتي؟ ايوه شوف، وقطعت الخلف. بس خلي بالك المره الجايه ممكن اقطع لك حاجه ثانيه. زي ايه يعني؟ هو انت ايوه انت مش اسمك بلبل؟ ايوه. شوف بقى تقطع لك ايه. ايوه اسمك بلبل يعني هقطع لك لسانك. واضحه والله العظيم خدتها من على لساني، كنت هقول ايه. حاضر. صباح الخير يا نوج. صباح النور يا كماليا. ايه ده، في ايه؟ انت حطيتي وشك في الكمامه ليه اول ما شفتيني؟ انا ريحتي وحشه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي ابدا، انت ريحتك زي الفل. انا بس عامله عمليه ومش عايزه حد يشوفني. يا روحي، عمليه ايه؟ الف بعد الشر عليكي يا حبيبتي. لا لا، دي عمليه تجميل بسيطه كده. عمليه تجميل؟ طب هو بقى اللي بيعمل عمليه تجميل يخبي وشه ولا يعني خايفه لحسن احسدك على جمالك؟ تحسديني ايه بس يا كماليا؟ تحسديني ايه؟ انا خايفه عليكي اللي تتخضي. طب ونني وريني، عايزه اشوف. يمكن لما يعجبني يعني اعمل زيك. ونني وريني. انا اللي هوريكي بنفسي. وريني وريني. يمي يمي، غطي وشك واوعي تسمعي كلامي تاني لما اقول لك وريني حاجه، فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر. اتريقي عليا يا كماليا، اتريقي براحتك واستظرفي. يا حبيبتي انا ما بتريقش. وبعدين انت لما انت وشك متشلفط كده، ايه اللي جابك الجورنال؟ عشان قررت اكتب موضوع صحفي اهاجم فيه كل الدكاتره بتوع التجميل اللي بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ان هنعمل لكم عمليه ضب على اسنان التجميل وهي عشان التقبيح اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا اللي كنت عايزه اعمل زي. نعم. الاستاذ جميل كان ايه ده يا انجي؟ انت بلعتي بقك ولا ايه؟ لا بقي اهو. يا لهوي البق ده. يما اتسالي يا بابا، استظرف يا سامي. قبل ما تستظرف روح بص على نفسك في المرايه الاول. والنعمة ما بستظرف، ده اللي نفسي اعمل اللوك بتاعك ده. ليه يا سامي هتعمل اللوك ده ليه؟ وانت ناقص تسوهات. تسوهات ايه؟ ده انا بحلم ابقى في حلاوه حسين فهمي. طول رشدة أباظة، قوه الشحات مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك. معقول؟ معقول؟ لا مش معقول. انت كمان ليكي نفس تغني باللي انت عامله في نفسك ده؟ اغني ايه بس يا مايا؟ اغني ايه؟ انا بقوق، مش قادره اصدق، مش قادره اصدق الدكتور النصاب ده ازاي عمل فيا كده. اروح اقول له اعمل لي الضب بتاع انجلينا جولي، يعمل لي الضب بتاع محمد سعد شريان المرفلوتي؟ لا 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 لا، والله محمد سعد كان احلى. بس يا ولد انتوا هتتريقوا عليا؟ اسكتوا خالص، انا مش ناقصه. مين بقى اللي جاي لنا في اللي احنا فيه ده؟ ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش، انا هشوف مين، انا هشوف مين. احنا هنخاف ده وانتي هتخوفي بلد. اخرف يا ولد اخرف. ايوه يا مغاوي. لا مؤاخذه يا ست انجي، ان كنت ازعجتك. لا ازعجتني. طب الحمد لله. نعم عايز ايه؟ لا مؤاخذه يا ست انجي، اصل كنت عايزك يعني في طلب كده يعني صغير. خير يا مغاوي؟ تقول له ايه بس؟ كنت عايز الشهريه بتاعي. انا عارفه ما تتاخرش دقيقه واحده تطلب فيها الشهريه، هجيبها لك. لا ثانيه واحده بس، اصلي كان في طلب تاني يعني ومستعجل وعايز حضرتك. ما تقول يا مغاوي زهقتني. مراتي الله يهرجه بجاز مصمم وراسه وستين الف جزمه قديمه، عايز يخش السينما وعايز يخش فيلم اندر وورلد 3D. 3D؟ واندر ايه اندر وورلد ده؟ اندر وورلد ده يا مامي بتاع مصاصين الدماء. واحنا مالنا بتاع مصاصين الدماء ولا مصاصين المصاصات؟ احنا مالنا؟ ازاي بس يا ست انجي؟ امال انت ايه يعني؟ عايز اقول لحضرتك يعني لو حضرتك وافقتني يعني ونزلت معايا وهو شافك بالمنظر ده هيفتكر ان انت من بتوع الفيلم ويمكن يتوب ساكت واوفر تمن تيكت. ده انا عندي فكره احلى يا مغاوي. ايه؟
نوفر ثمن اتنين تيكت وانا هاخدها دلوقتي. ماشي يا مغاوري. عاجبك كده يا مامي؟ خليتينا مقلسه للناس. مقلسه؟ جبت منين الكلمه دي يا ولد؟ من المقلسه. وبعدين ما تغيريش الموضوع، عايزين نشوف حل لمشكله طبك ده. طبك ده؟ طب ادخل على طبك ده. يا دكتور انا هبه عرفاني موضوع عمليه التجميل ده. تاني يا هبه؟ ما تعصيش من اللي حصل لانجي. ما انا قلت لها وبالعافيه اقتنعت ان هي بدل ما تعمل عمليه تجميل تعمل عمليه شفط. فعايزينك بقى يا دكتور تقول لنا ايه المطلوب مننا بالظبط. مطلوب ايه؟ ده لولا نعمه الجاذبيه الارضيه كان زمانها طايره في الهوا دلوقتي. لعلمكم بقى انا لولا الامكانيات اللي عندي دي ما كانش شعبان ده عمره بص لي. كنت اعمى اعمى يا حبيبتي. ده انت الفرق بين ظهرك وقفاكي ان في مناخير. هو ده الاثبات الوحيد ان ده وشك. هو ده الاثبات الوحيد ان ده وشي؟ طب انا مش هتكلم معاكي عشان انا عارفه ان دي غيره ستات مع بعضيهم وانت هتموتي مني عشان انا واتكه. انا هتكلم بقى مع جوزك وهو دكتور نسوان وبيفهم. يا جهله يا جهله يا اميه. اسمه دكتور امراض نسا. وقولي لي بقى ايه الامكانيات اللي عندك؟ ايه الامكانيات اللي عندي؟ ده انا كل امكانيات ايش مراجعها على ايش زحالقه على ايش وايش ده انا مدينه ملاهي متحركه. طب ممكن تذكرتين انا ورجاء هي خليها تحت وانا فوق اتفرج. يا خبر ده انت تنور. ده انا عندي حته نطيطه انما ايه. نطيطه ايه وزفت ايه؟ اذا كنت انا ما لعبتش هتلعب انت. هو انت ما حدش قال لك تلعب فين. بقول لك ايه، مين الطفل الجميل ده؟ انهي طفل؟ اللي على حجرك. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده يا يابا؟ ما اعرفش يا اخويا مين ده. الله، مين ده؟ قولي حبيبي انت اسمك ايه؟ انا اسمي ياسين وجد اسماعيل ياسين. حبيبي. مامي بليز اسمعي كلام ام كل سمير وحطي الكمامه دي على بقك عشان مش ناقصين فضايح. مالك قرفانه مني كده؟ كان ريحتي وحشه. ماشي ماشي يا اولاد علي حطي الكمامه حقكم. ايه ده؟ مين بيخبط عليا دلوقتي؟ ده هتلاقيه مغاوري جايب عيلته كلهم عشان يتفرجوا على طب امك. ما احنا خلاص بقينا مزار سياحي للعماره دي. ايه طب امك دي؟ ماشي يا مغاوري كلب والله لو اوريك هطلع فيك غلي كله. كله يا بابا كله يا بابا. انا اسفه يا علي. وحشتوني يا حبايبي. انت كمان يا بابا. وحشتوني يا حبايبي. يا انجي يا حبيبتي ايه المقابله الجميله دي؟ وحشتني قوي يا علي. بتضربيني بالشبشب يا انجي؟ غصب عني يا علي معلش. اصل انت مش عارف كل شويه في كلب ابن الكلب بيجي يرن الجرس. كلب؟ كلب ايه ده اللي بيطول جرس الباب؟ يا بابي ده الكلاب اتغيرت قوي. اصل بعد ما انت سافرت في تطور غريب حصل للكلاب. الكلاب والضب. ضب؟ ضب ايه؟ يا علي الضب حيوان الضب ده بقى منتشر قوي في الشوارع. مش عارفين يعملوا فيه ايه. مشكلة كبيرة. ياه واضح ان انا طولت قوي في الغربة. وحشتوني يا اولاد. وانت كمان يا بابا. وحشتيني يا انجي. وانت كمان يا علي وحشتني قوي. ايه يا حبيبتي؟ مفيش حضن، مفيش بوسه، مفيش حمد لله على السلامه. وايه الشبشب اللي انت حاطاه على بقك ده؟ الشبشب؟ لا اصل انا ما قلتلكش، اصل انا منتخبه واحد في مجلس الشعب رمز الشبشب. ومين الجزمه ده اللي منتخباه؟ بصراحه يا علي اصل انا بعاقب نفسي عشان اللي عملته، يعني ضربتك بالشبشب وكده. لا يا حبيبتي مفيش حاجه، ده غصب عنك. شيل الشبشب بقى. لا مش هشيله يا علي، انا مش مسامحه نفسي. انا مش فاهم حاجه. خليك معايا انا بقى يا بابي. جبت لنا ايه وانت جاي معاك؟ قولي انا الاول جبت لي ايه. جبت لك كل اللي طلبته. بص يا سيدي. أيوه. جبت لك ال6 وال7 وال8 وانت جبت لك ال9 وال10 وال11. وانا جبت لي ايه يا علي؟ جبت لك كروكس. ايه يا علي؟ بهزر معاك يا حبيبتي. انت جميله. جبت لك الخاتم الالماس ده. الله يا علي ايه الجمال ده؟ احي انت ايه يا هانم اللي عملتيه في بقك ده؟ اعمل ايه يا علي؟ كنت عايزه اعمل لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟
يعني اغيب الفتره دي كلها يا انجي وارجع الاقي بقك باصص بالترين لبره كده وتقولي لي مفاجاه؟ معلش يا علي، حقك عليا، انا عارفه ان انا وحشك. مش انت اللي وحشاني، انا اللي وحشاني انجي مراتي حبيبتي جميله الجميلات مش ام ضب. معلش يا علي، انا عارفه انك عايش تبوسني. بوسني يا علي. لا لا، ابوسك ازاي بسنانك دي؟ بلاش تبوس خلاص. طيب انا عندي فكره تانية، ايه رايك تغمض عينيك وبعدين تبوس؟ لا اخاف اغمض عينيا وابوسك في بقك تعوريني بسنانك دي. وايه يعني يا علي؟ وايه يعني؟ مش مشكله، ضحي عشاني شويه يا علي، ضحي مره ما انا بضحي عشانك كتير. لا اضحي ليه؟ على راي المثل اللي بيقول الليالي الزباله علاجها النوم، تصبح على خير. ليالي الزباله؟ ماشي يا علي ماشي، بس خليك فاكر انا بكره هروح للدكتور واصلح الغلطه دي. ايوه هتتمنى ساعتها بوسه واحده مش حديك. شيلي بقى الماسك كده، شوفي انت عملتي ايه؟ اتفرج اللي انت عملتيه. طيب انا خايفه على حضرتك. لا ما تخافيش. طيب غمض عينيك. اوكي غمض. غمض. فتح بقى. ايه ده؟ ها؟ زي ما حضرتك شايف كده. هو في امل ان بقي يرجع زي الاول؟ والله ان شاء الله في امل. ربنا يخليك يا دكتور. والله انا من اول ما شفتك وانا مستريحه لك وبقول عليك دكتور هايل هايل. اه ما سمعتيش الكلام ليه بقى من الاول طالما انت شايفه كده؟ معلش انا اسفه، غلطه يا دكتور وبدفع ثمنها. اوكي انا اسفه. طيب تمام على العموم خير ان شاء الله، ما تقلقيش خالص هنعمل اللي لازم. ربنا يخليك يا دكتور، انا بقول عليك دكتور هير والله من زمان. انا نفسي بس ارجع اكل واشرب زي الاول وارجع احط روج على شفايفي مش على سناني. ده كل دي كل احلامك يعني تحطي روج على شفايفك تاني؟ والبوس؟ نعم فندم. لا ابدا ولا حاجه، انا بس خايفه من العمليه. لا ما تخافيش ان شاء الله، هي نص ساعه وكل حاجه هتخلص ترجع زي الاول. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. اتفضل يلا بينا. ايه ده؟ لا انا بخاف من الحقن قوي، بخاف من الحقن. الحمد لله نوم الظالم. ظالم يا ابن الظلمة. لولو لوليتي. انا نمت بقى. للوشي في يا انجي. انجي ايه يا لولو، انت نسيت قلت لك امبارح جود نايت لولو. جود نايت يا فرحة ما تمت، خدها الضب وطار.